في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يزور إسرائيل مع مجموعة من وزرائه إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الفرنسيين، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك كالملف الإيراني وعملية السلام مع الفلسطينيين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة بين البلدين في مجالات عدة. من الواضح أن هذا الاتفاق جيد فقط بالنسبة إلى إيران، وإنه أمر سيء حقا بالنسبة إلى بقية العالم. صفقة الحلم لإيران هي كابوس للعالم، لذلك اليوم أعتقد أن الخيار ليس بين صفقة سيئة وبين الحرب، على العكس كل يوم يمر ترزح معه إيران تحت ضغط اقتصادي أكبر. مع الصبر والتصميم من الممكن الحصول على صفقة جيدة، هذا يعني الحفاظ على الضغط وزيادته. لا يروق لإسرائيل وفرنسا ومعهما دول خليجية ما تسعى إليه الولايات المتحدة فيما يتعلق بإبرام اتفاقية مع طهران تؤدي إلى تخفيف العقوبات، بل يشترطون تفكيك طهران الكامل لمنشآتها النووية ووقف تخصيب اليورانيوم قبل إبرام هذا الاتفاق الذي يصفونه بالسيء. في إيران هناك رغبة في تخصيب اليورانيوم إلى المستوى الذي يمكنها من الوصول إلى المرحلة العسكرية، لذلك نحن نتفاوض ونناقش. في الأيام الأخيرة حصل بعض التقدم لكنه لم يكن مرضيا، ولهذا السبب لعبت فرنسا هذا الدور في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مبدئي يقود إلى اتفاق نهائي. وضعنا الشروط وستستمر هذه الشروط من قبل جميع المشاركين. في كل الأحوال هذا سيكون موقف فرنسا. تصريحات هولاند في إسرائيل بشأن عملية السلام مع الفلسطينيين وبشأن إيران لم تكن جديدة، حيث يؤكد مراقبون أن بين الإسرائيليين والفرنسيين حلفا لعرقلة أي تسوية مع طهران لا ترضي إسرائيل. أما التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي بين الجانبين فقد حاز على جل اهتمام الرئيس الفرنسي الذي يصطحب معه عددا كبيرا من رجال الأعمال. فرنسا التي أعاقت التوصل إلى اتفاق بين المجتمع الدولي وطهران في جنيف، يؤكد رئيسها من إسرائيل أنها لن تسمح بالتوصل إلى ما يسمونه بالاتفاق السيء مع إيران، مؤكدا التزام فرنسا بأمن إسرائيل. سامي أبو دياب، RT، القدس.